طيب بالنسبة للبودكاست عامة، ليه الناس فجأة بقى عندها إقبال على الموضوع بتاع البودكاست؟ بصي، هو البودكاست من أحلى الفورمز، عشان هو أو الفورماتس يعني بتاعت الكونتنت، عشان هو سهل. ولما شخص بيبقى عنده رسالة معينة أو موضوع معين عايز يتكلم فيه، فالشغف بتاعه كافي إن هو يقدر يعمل يقوم حاجة زي كده. فاهم قصدي؟ إن هو بسيط في قعدته، بسيط في إنتاجه. متهيأ لي ليه هو تريندنج دلوقتي؟ عشان هو صادق، في نسبة صدق عالية جدا، والناس اللي بتطلع عليه بتطلع بطبيعتها جدا. فحتة الصدق زي ما بقولك، هو الصدق مع النفس، كان الناس بتتفرج عشان يشوفوا ناس صادقة مع نفسها، والناس بتحس جدا. هو مفيش، هو انا مقتنعة بمقولة كده، ان هو الحاجة بتطلع من the energy of creation. يعني انا لو عاملة حاجة بحب هتوصل للشخص بحب، لو عاملها بصدق هتوصل بصدق. فلما كل ما الناس بتبقى على طبيعتها اكتر، كل ما بتوصل الرسالة اسهل يمكن. بس اتمنى ان يبقى كل حد يبقى عنده رساله برضه، ما يبقاش برضه كلام على كلام في الهواء فوارغ يعني. أيوة.